أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالونس، الجواد الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بدليل، وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله إيه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. واذكر ربك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله عليما حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار سجرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وعلمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالهدنة، الجوار الكنس، والليل إذا أسعد، وإذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بدليل، وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله عليما حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا الجنة علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالهندسة، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. له لقول رسول كريم. وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم ينذرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم، يوم يكون الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليهم، كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قالوا ما تنهم يسرون، لا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم، يوم يكون الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليهم، كتاب مرقوم. ويل يومئذ للكاذبين، الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قل أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ للمحجوبون، ثم إنهم لصالح الجحيم. ثم يقول هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟
كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة نعيم، يسقون من رأيه مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسليم، أين يشرب بها عباد الله يفجرونها، أين يشرب بها اليوم للمكذبين، هل ثم الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وأذنت لربها. أيها الناس